السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم اجونس اون ديال مارسيل. بغينا ندير لكم اللايف ولكن بحكم الضعف ديال 4G و 3G هنايا نورمالمون هاد الايام هادي شويه ماكش ديسبونبل للناس كاملين، دونك اضطرينا انا نعمل لكم هذا الفيديو هذا. بيان سور ماشي لايف ولكن انطلاقا دائما من الكيستيون اللي كيبارطاجيو معنا الناس. بيان سور الناس اللي كيطلبوا منا حتى الاستشاره كيجيونا بعض الاسئله على حسب الشقق ديال اللي ديجا كنا بارطاجيناهم هذه واحد جوج ديال السنوات، او في العام الاخر بارطاجينا واحد الفيديو على حسب هاد البلايص هذا ديال الشقق ديال 32 مليون اللي هما هادو. الصراحه دابا راه ديجا تفينا بواحد العدد اللي هو كبير، ستادير ماشي كاملين فينين ولكن كاين واحد العدد كبير منهم فينين، يعني ممكن الواحد يشوف ويختار اللي هما ديال الكرامه خمسة. كما كتشوفوا فهذا هو الرومبوان الصغيور اللي عاملينه هنايا، هذه بيان سور هي المقبره ديال مارسيل، دونك هي هذه. وهنايا بيان سور هذه الطريق اللي كتدي لصوفيا، دونك هذه هو المجمع السكني صوفيا، وهادو هما بيان سور ديال الكرامه خمسة. هما واخدين هاد ليسباس هذا كامل، وبيان سور حتى لهي تقريبا حتى لهاد البلاصه هذه. ديجا كنا درنا واحد لا فيديو من هاد الطريق هذه وكنا وريناكم في كوتي اخر ماشي هاد الكوتي هذا. هاد الطريق بيان سور مازال ماشي مقاده، وهادو هما بيان سور هما السعاده في جوج صديق. هنايا راه مازال غادي تقاد الطريق، وغادي يكون بيان سور تقدر ياخذ الديبلاصه من السعاده جوج حتى الكرامه خمسة وصوفيا. حتى الصراحه هاد الجهه هادي راه ديجا الناس عملوها بالنسبه للسكن، يعني ما نقولو هنا الاجتماعي ولا مجمعات سكنيه. بيان سور الاحياء الشعبيه راه معروفه، وبغيت غير نعمل لكم هذا الفيديو هذا خصوصا الناس اللي ما كيعرفوش هذه المنطقه هذه باش ياخذوا فكره صراحه. والدنيا هنايا راه بدات كتقاد ديجا هذا الشارع هذا اللي كيدي للمدينه نورمالمون. كان صراحه البومبيات ما كانوش خدامين بيان سور، دابا حيت الناس جاوا بزاف والصيف دونك راه ديجا قدوهم. نتمنى الفيديو بيان سور نال اعجابكم، ودائما مرحبا بالكيستيون ديالكم. الرقم ديالنا في الواتساب اللي هو 06 09 93 81 20.